أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. يقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أيها المسلمون الكرام، ينبغي علينا كمسلمين أن ننظر إلى كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين اليقين، وأن ننظر إلى الكلام إذا قيل في كتاب الله على أنه كلام الله، وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفيما ذكرناه من آية في سورة سبأ وحديث النبي: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، يشير إلى أن الصدقة والعطاء والإنفاق لا ينقص من المال شيئا، وإنما يبارك الله في المال ويزيد ويكثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وقبلها قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وذكر في البداية ما نقص مال من صدقة. ينبغي علينا أن نتعامل مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باليقين والثقة والصدق. فالله لا يقول كلاما إلا وهو صادق ويقيني، ونتلقاه ونحن مؤمنون به وبنتعامل به. علينا إذن أن ننفذ. واسمع كلام السلف الصالح: رجل يقول: كنت أتاجر مع الله بالصدقة. إمتى بقى؟ كنت إذا افتقرت تاجرت مع الله بالصدقة. يعني يفتقر يقوم يتاجر مع الله بالصدقة، ربنا يجيب له الفلوس. واحد تاني يقول لك: أنت لست في حاجة إلى مال كي تتصدق، وإنما أنت في حاجة إلى صدقة ليكون عندك مال. نفهم الكلام صح. أنت لست في حاجة إلى مال كي تتصدق، وإنما أنت في حاجة إلى صدقة كي يكون عندك مال. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي حديث قدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يمشي في صحراء في فلاة، فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب وأفرغ ماءه في حديقة لرجل، فأتى إليه وقال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي كذا وكذا، للاسم الذي سمع في السحابة. قال: ولماذا تسألني؟ ولماذا تسألني؟ قال: سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول: اسق حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ قال: أما وقد سألتني؟ فإني أنظر ما يخرج منها، فآكل أنا وأولادي ثلثها، وأرد فيها ثلثها، وأتصدق لله تعالى بثلثها. فببركة الصدقة وسع الله عليه وسخر له السحاب ونزل عليه المطر. هكذا نتعلم. جماعة اللي بتبخل بتبخل عن مين؟ انت بتبخل على ربنا؟ ربنا لو من يبخل فإنما يبخل عن ايه؟ عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. فلا بد للإنسان من أن يكون لديه غرام، تعلق، عشق بموضوع الصدقة. لا يدع بابا من أبواب الخير إلا ويكون له فيه إسهام. وكنا نسمع كثيرا من أناس يقولون: والله، ويحلف لينا بالله إنه بيستغرب، تبص تلاقي بيتصدق من هنا
وربنا يجيب له من حيث لا يحتسب أموالا بالكوم نتيجة الصدقة. فعلينا أن نثق، إحنا بنقول ده كلام ربنا وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نحن فقراء إلى الصدقة. بعضنا بيتخيل إنه بيمن على الفقير لما بيعطيه، لا، أنت غلطان، أنت في حاجة إلى ثواب الصدقة أكثر من حاجة الفقير إلى هذا المال. حاجتك إلى الثواب، حاجتك إلى الثواب تفوق حاجة الفقير إلى هذا المال. سيدة أسماء بنت أبي بكر أو سيدة عائشة كانت تعطر الصدقة قبل أن تدفعها، ولما قيل لها في هذا قالت: علمت أن الصدقة تقع في يد الفقير قبل أن تقع في يد الله، تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فأحببت أن تقع صدقتي في يد الله وهي معطرة. الكلام الحقيقة كتير، لكن إحنا حبينا ندي بس يعني إشارة إلى أنه ما تبخلش، أنت بتبخل عن نفسك. والحديث يعلمنا، يقول ابن آدم: مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت أو فأمضيت. صدقة يا إخواننا حرصنا عليها، اهتمامنا بيها، رغبتنا وعشقنا ليها، وكونها تبقى جزء لا يتجزأ من حياتي. اعمل كده صندوق في بيتك، وكل ما ربنا يكرمك حط فيه حاجة، وانت بتقبض مرتبك طلع، زي ما بتدفع فاتورة تليفون وفاتورة كهرباء، اعمل حسابك للصدقة زيها زي اي ترتيب في حياتك، حتى يبارك الله تبارك وتعالى لك في كل ما تقوم به. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كل امرئ يحشر يوم القيامة في ظل صدقته، وحين يأتي الإنسان الموت يقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الصدقة الصدقة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.